طب مين الأسهل في علاجهم، الأطفال ولا الكبار؟ يعني الفوبيا منتشرة قوي في الأطفال، ده نتيجة لأن الكبار بيأثروا عليهم. اوعى تبص، هتبص كتير في الموبايل انك هتوجعك، فبقى عنده فوبيا. بيخلقوا فيهم الخوف. بالظبط كده، احنا اللي بنخلق فيهم، اللي بنقعد نقول لهم ايه ما تمشي. زمان مش دلوقتي، ما بقاش الكلام ده. اوعى تطلع بره عشان مش عارف يوم من حاجات غريبه كده. ايوه صح، احنا اللي بنخلق فيهم ده. انما الكبار طبعا الفوبيا لا، اضطراب نفسي لازم يتعالج. انما الاطفال لو شويه انستراكشن، تعليمات بنقولها للاب والام، ممكن الدنيا تبقى لطيفه وتتحل. طب هل في تدريبات معينه ممكن نعملها في البيت؟ مفيش اي تدريبات غير الاسترخاء، وانك تعودي ابنك او لو هو طفل، او انه يتعود انه يعتمد على نفسه، وان احنا نديهم معلومات صحيحه، تطلعش بره عشان الدنيا بالليل، عشان ممكن حرامي يعمل حاجه. خلاص هو بقى عنده فوبيا انه لو طلع بالليل في حرامي، حد هياخدني. ايه ده مش صحيح. قولي له لا، قولي له احنا دلوقتي بقينا بالليل وما ينفعش انت تطلع بره، لانه هو احنا عاملين قواعد للبيت ده. فهميه واحترمي عقله عشان الموضوع ما يقلبش بحاجه ثانيه. بالظبط كده، ادي له معلومات صحيحه. أيوة. بلاش تخوفيه بمعلومات خاطئه يعني. طب كتير من الاطفال بيتعرضوا للتنمر في المدرسه. صحيح. هل مثلا ممكن التنمر يقلب معاهم بفوبيا؟ فوبيا مثلا من المواقف الاجتماعيه او لا، او من الاختلاط. في لا، في فوبيا من الزحمه، من الناس الكتير، يحصل توتر وقلق انه مش عاوز يقعد، لانه عنده مشكله في السيلف كونفيدنس، عنده مشكله انه فاقد ازمه ثقه في النفس. مش واثق في نفسه، خايف من شكله، شايف ان عنده نقص في انفرار معين. هو ده نتيجه للبيت، دوري على البيت، انه بابا وماما في البيت مثلا، ده لو هو صغير، او لو هو كبير، ان اللي حواليه دايما بيوصلوا له رسائل ان انت مش كفايه، انت مش بيزعقوا له كتير، في عنف اسري. بالظبط كده. انما البولينج لا، ملوش علاقه بالفوبيا. البولينج ملوش علاقه. لا 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 خالص، ملوش علاقه. طب عايزين نتكلم على التاثير النفسي للفوبيا على الشخص، بتعطله عن ايه بقى في حياته؟ شوفي تاثيرها النفسي فيما يخص العرض او فيما يخص الحاجه اللي عنده فوبيا فيها، طول ما هو بعيد احنا الدنيا تمام. يعني انا بخاف من القطط، طول ما انا مش شايفه قطط انا حياتي ماشيه زي الفل. ايوه. انا بخاف من المرتفعات، طول ما انا ساكنه في الدور الارضي او في الاولاني انا الدنيا تمام. لما تعالي بقى قولي لي اطلعي برج مثلا 8 ادوار او اطلعي اسانسير، يا خبر ابيض. فهو تاثيرها على الانسان في محيط الحاجه اللي هو بيتجنبها، دنيته تمام. بس خلاص يبعد عنها، الدنيا تمام. طيب امتى بقى احتاج لعلاج دوائي؟ لو الموضوع زاد عن حد، وغالبا بيبقى الفوبيا صاحبها اضطراب اخر، يعني زي الدبريشن او الانكزايتي، يعني بقى في اضطراب نفسي تاني كمان، يعني بقى في اضطراب نفسي كمان. طيب يعني انا ممكن يكون عندي دبريشن يخلق من او يطلع منه فوبيا؟ لا، هو دبريشن جه لوحده وكان في فوبيا اصلا قبل كده. بس ما كانتش ظاهره او واضحه. ما كانتش ظاهره او واضحه، يعني ما بيجيش عيان يقول انا عندي ديبريشن، او انا عندي اكتئاب ومش مرتاح وزهقان، يعني مش عايز انزل. لا. طب دكتور كلمني عن انجح الحالات اللي اتعاملتي معاها. يعني كانوا عندهم فوبيا صعبه جدا ودلوقتي تعالجوا منها. كان في يعني كان طالب في كليه صيدله، وكان عنده فوبيا من الهيموفوبيا، من الدم، يعني ما كانش بيعرف لا ياكل لحمه ولا يقرب ليها، ولو سمع ان في لحمه في البيت ما يدخلش، ولا يعدي من الشارع فيه جزار ولا كده. في خلال حوالي تقريبا 4 شهور أو 5 شهور من التعرض بالتدريج والعلاج المعرفي، لا جاب نتيجه وتحسن جدا، بقى زي الفل. صحيح ما بياكلش لحمه، بس عادي ممكن يمشي في شارع فيه جزار عادي، هم ياكلوا لحمه على نفس الترابيزه وهو بياكل سمك عادي. لا، فهو عدى الموضوع بشكل كبير يعني، وفي وقت قليل. خلينا نقول 4 شهور، يعني ده وقت قليل. وقت قليل، هو ساعدنا. هو ساعدنا عشان هو كان عايز. عشان هو كان عايز. طب لو هتكلمين عن اغرب الحالات. اغرب الحالات، مره بيرنتس، وليه امر، ام جايه وبتقول انا ابني كان بيخاف من الميه، وانا عارفه انه بيخاف من الميه، وهي عايزه يتعلم سباحه. فلما راحت للكوتش فبتقول له انا ابني بالراحه، بتكلمه بالراحه، بتقول له ايه انا خايفه ان الولد بيخاف من الميه وكده. لا ما تخافيش، هو مخرج الولد وامرميه في الميه. ايوه. قعدنا كتير علشان نعالجه، واخد وقت طويل، اخد وقت طويل. يعني اكيد حصل له صدمه نفسيه جدا جدا. هو فضل يصرخ في الميه، يصرخ في الميه، والكوتش كان مصر انه يفضل ويكمل التمرين. هو بيفكره دلع، لان مش للأسف. كل الناس عندها اويرنس بموضوع بالزبط. كمان الفوبيا من الميه. بالظبط، للاسف. يعني احنا عارفين اكتر فوبيا من المرتفعات، الفوبيا من الاماكن المغلقه. بالزبط. لكن الفوبيا من الميه مش ما نعرفهاش. هو اذاه نفسيا، هو اذاه. هو لو شايفنا دي، هو اذاه سنتين اتنين بيتعالج من الفوبيا ومرتبط بمامته جدا. وقعدنا مده طويله عشان نقدر نعمل له يعني سبريشن، طرح من يعني فصل كده، ان احنا نفصله يعني، ويعمل حياته بشكل طبيعي.
وأذاب جدا. ده كان مش أغرب وأصعب حالة يعني. طب دكتور نصيحة أخيرة تديها لمرضى الفوبيا. فوبيا أو أي اضطراب نفسي، لو شايف يومك واقف مش ماشي، متضايق، زهقان، شوية ضيق وزهق عادي، أوكي عادي الدنيا. كلنا بنزهق يعني، وعندنا حاجات كتير في حياتنا بتوقفنا، بس الدنيا بتمشي. لو دنيتك مش ماشية استعين، روح لدكتور، روح لمعالج نفسي، اطمن على نفسك، اتكلم معاه، يمكن في حاجة عندك أنت مش شايفها هو هيشوفها. بالظبط، وممكن تبقى حاجة بسيطة جدا. صحيح، الحاجة البسيطة دي بعد كده بتكبر للأسف، وبتكبر وتوصل لحاجة احنا ما نعرفش نعالجها. دكتور حنان سليمان استشاري الصحة النفسية، بشكرك، نورتيني. ميرسي جدا. ثانك يو ليكي.